يلا كورة على فيسبوك. كتبت تصريح لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، قال فيه نرحب بنهائي الأبطال. الحساب الرسمي لموقع المصري اليوم على تويتر كتب بأن وزير الرياضة يرفض فرض عقوبات على مصابي كورونا. الصفحة الرسمية لموقع مصراوي على فيسبوك كتبت بسبب الأهلي وبرشلونة وبايرن، هل يفض اتحاد الكرة اشتباك مباريات الجمعة؟ أما حساب موقع سبورت 360 على تويتر فكتب عن شفاء لاعبي الإنتاج ومختار مختار من كورونا. ألف سلام عليكم. سبورت 360 على تويتر واللي شرح سبب إقامة مباراة ودية للإنتاج مع نادي مصر. موقع بطولات على تويتر كتب أسباب تغيير حكام مباراة المقصة وأسوان في الدوري. وأخيرا بوابة أخبار اليوم على تويتر كتبت إن في حالة إيجابية بكورونا في أسوان وثلاث حالات في المقصة. ألف سلام عليكم. طيب خلينا نبتدي بتصريح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال صفحة يلا كورة على فيسبوك، واللي بيتكلم فيها على أن مصر جاهزة لاستضافة نهائي بطولة دوري الأبطال. القصة دي فيها لغط شوية ولحد دلوقتي مش معروف هل ينفع أن مصر تتقدم لتنظيم المباراة النهائية أو المغرب كمان تتقدم، مش عارفين لسه. المعلومة الأكيدة أكيد هنعرفها من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لكن هو المعروف بالنسبة لنا كلنا إن لو فرقتين بإذن الله تعالى يكونوا من مصر، أهلي زمالك، يوصلوا النهائي، المباراة خلاص في استاد القاهرة، مش محتاج حد يتقدم بطلب ولا حاجة. لو لا قدر الله فرقتين من المغرب وصلوا النهائي فالمباراة هتبقى في المغرب، مش محتاج المغرب إن هي تتقدم بأي ملف. لكن في حالة تواجد فريق من هنا اللي هو مثلا إيه، خلينا نقول إيه، مثلا يعني رجاء وإن شاء الله الأهلي، فبالتالي مفروض على حسب اخر حاجه قالها الاتحاد الافريقي لكره القدم ان المباراه هتبقى في ملعب محايد. الفكره هنا هل ممكن مصر او المغرب يتقدموا بطلب لاستضافه هذه المباراه النهائيه؟ هنشوف خلال الايام اللي جايه، لكن كل البنود اللي اتكلم فيها الاتحاد الافريقي لكره القدم معروفه للجميع، في انتظار بس الجزئيه دي تحديدا توضيح اكتر، لان انا شايف تصريحات من سواء مسؤولين هنا او حتى في المغرب بيتكلموا على امكانيه ان هم يتقدموا طلب لاستضافه المباراه النهائيه. يعني عموما هنشوف. خلينا نروح لموقع المصري اليوم او حسابه على تويتر، واللي كتب ان وزير الشباب والرياضه ليه تصريح كمان مهم جدا وبيرفض فيه فرض عقوبات على مصابي كورونا. احنا بنشوف بعض الانديه وبعض الاتحادات مثلا ممكن يكونوا بيعاقبوا بعض اللاعبين والمسؤولين اللي هم ممكن شويه يكون في اهمال منهم، مش بيتبعوا الاجراءات الاحترازيه، فبالتالي بنلاقي اعداد كورونا. يعني مثلا الانتاج الحربي في وقت من الاوقات كانوا 18 لعيب تقريبا عندهم كورونا بخلاف الجهاز الفني والاداري، فده كان عدد كبير، فالاتهام كله راح على الانتاج الحربي، انتوا ازاي نادي الانتاج الحربي يعني انتوا ازاي مش بتتبعوا الاجراءات الاحترازيه بصرامه، وده اللي خلاكم تتصابوا. فكمان مثلا سموحه كان فكر فتره من الفترات ان هو يعاقب لاعبيه اللي يجي لهم فيروس كورونا. التصريح لوزير الشباب والرياضه قال ان ما ينفعش اطلاقا يكون في اي عقوبه، وانا هقف قدام اي عقوبه على اي واحد في المنظومه الرياضيه يتعرض لاصابه فيروس كورونا، لان مش هيبقى من الاصابه بالفيروس وكمان نعاقبه، يعني لان ده فيروس الكل يعني او معظم الاصابات في العالم كانت اعداد كبيره جدا، و يعني حاجه احنا بنعيشها خلال الفتره الحاليه ان شاء الله تخلص قريبا جدا، لكن في نفس الوقت لازم ما يكونش فيه تساهل من الانديه في اتباع الاجراءات الاحترازيه، وده كان كلام وزير الشباب والرياضه. خلينا نروح لخبر كمان من موقع مصراوي على فيسبوك، واللي كتب فيه بيتنبأ في الحقيقه يعني بامكانيه تعديل موعد مباراه الاهلي مع الانتاج الحربي اللي هتكون يوم الجمعه اللي جايه. ليه؟ لان هيكون في نفس التوقيت المباراه طبعا الساعه 9، اهلي وانتاج حربي يوم الجمعه الساعه 9، في نفس التوقيت في مباراه برشلونه وبايرن ميونخ في دور الثمانية من الشامبيونز ليج في تمام الساعة 9 مساء. فكان قبل كده أيام الحاج عامر حسين كان بيتم التعديل في الحاجات دي. الفترة دي هل هيتم تعديل في تواجد المسؤولين الموجودين حاليا في اللجنة الخماسية ولا لا؟ قبل كده كان حصل تعديل لو تفتكروا في مباراة الأهلي والطلائع لما كان برشلونة هيلاعب ليفربول
وطبعا عشان نجمنا الكبير المصري محمد صلاح كلنا بنتفرج عليه وبنتابعه ومهتمين بيه وباهدافه بكل حاجه، فبدروا شويه مباراه الاهلي والطلائع بقت الساعه 7:15 عشان يخلص الماتش ده والجمهور يقدر يتفرج على محمد صلاح في مباراه برشلونه. هل الموقف هيبقى مختلف ولا لا؟ هنشوف اتحاد الكره هيتعامل مع الجزئيه دي ازاي.